النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي. اللجنة دي هتكون مختصة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللي لازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور. كمان القرار ده بيشمل دراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية لتطويرها وتجديد كمان التشريعات. اللجنة دي إن شاء الله هتكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة وفضيلة مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء. بالإضافة كمان في التشكيل موجود عندنا رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل للتشريع وثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المختلفة واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون والشخصيات العامة.